السلام عليكم يا جماعة الخير، معكم عادل من قناة انفينيت جيم. اليوم رجعنا لكم بلعبة راجي ان انسنت ايبك يا جماعة الخير. في الفيديو السابق يا جماعة الخير شفنا قولي دخلوه في هذا القصر يا اخوان. انزين الحين احنا وصلنا في القصر، انزين تسلقنا الجدار ودخلنا داخل القصر. فاليوم راح نكمل المكان اللي وصلنا فيه في الفيديو السابق يا جماعة الخير. فخلونا نطبق كده ومشاهدة ممتعة للجميع. طيب يا جماعة خلونا نكمل مكان اللي وصلنا فيه في الفيديو السابق يا جماعة. كما قلت لكم في المقدمة يا اخوان، هذا قولوا يا جماعة، هذا قولوا جالس يشيلوه يا جماعة، يشيلوه الى القصر يا اخوان. لازم نسرع يا جماعة قبل ما يدخلوا داخل القصر. كيف بنسرع وذيلا؟ لحظة يا حبيبي، لحظة شوي. ايوه تعال انت باغي، شكلكم اشتقتوا الاسهم. وايش فيك يا حبيبي؟ هذه يا اخي هذيلا البيكاتوز مزعجين جدا يا جماعة. المشكلة ما يخلوك يعني يلحقوك، ما نفس ابو مطرقة والثاني ابو زوع. هذيلا مزعجين جدا يا جماعة، شوف يعني ما بتخلين. اوكي انا عفدك، انت ماشي غير، انا عارف ايش اسالكم. سوي كذا، وش سوي كذا؟ ما يخلوك يا زريبه. هذاك عارف كيف يضربني. لحظه، انا عارف ادري. انت يبالكم بس هذا الرمح، يبالكم الرمح. ايوه هذيلا ما ينفعهم الاسهم يا جماعه، هذيلا يبالهم رمح، يباله وش؟ رمح بس. كذا يبالك ايوه كذا، مساق ما الظهر يبالك. يا حبيبي خذ شوي، خليني اضربك، خليني اضربك. يا ساتر، هذا نوع ثاني يا اخوان، متطور شويه. اها جيو هذيلا، جيو بيزوع. لا حول الله، احسن اغير سلاح. يا الزريبه، لحظه ايوه ابلع. كذا بيكون السالفة فيها نشحين. اوكي انا بستغل هذا. اصلا اذا بيخلوني ما اتوقع بيخلوني، ولكن ادبته، عرفت كيف ادب. لا ما شليت هذاك انا يا جماعة، انا لحد الحين ما فهمت ايش هذا. هل هذا يعطيك شيء خاص ولا ايش؟ ما فهمت وش فادته هذا، ولكن بحاول افهم. لحظة يا حبيبي، ما خلاني حتى اتنفس. الحين يتقحموا بعد الغمية، يتقحموا نفس القرود. ابلع. هو جا مثلا هذا، ما عرفت ايش فائدته يا اخوان. واذا لاحظتوا الكرات الصفراء موجودات عندي، اذا لاحظتوا عند الهيلث مالي، ما عرفت ايش فائدته. ولكن هذا ما عرفت ايش فائدته، اللي فاهم يكتب لي في التعليقات. انا ما فهمت ايش فائدته هذا، ولكن هذا يريد يقتلني. هذا حالف يزوع، والله حالف يزوع. ايش فيك وش معك الامس انت؟ لا هذا ما مات ولا ايش؟ مات يا جماعه، مات. انزل، خلصنا منهم واخيرا، تخلصنا منهم يا جماعه. خلوه هنا، قولوا دخلوه في هذا الباب. زين فاتوقع احنا لازم ندور مكان ثاني نتسلق يعني على اساس ندخل الى القصر يا جماعه. اوكي اتوقع من هنا بيكون، من هنا الطريق. ايوه بالضبط، الطريق بيكون من هنا يا جماعه. ترى اكيد بيسكروا الباب، ما بيخلونا باب مفتوح او ايش؟ لازم نفس اللص يا جماعه، تتسلق الجدران. شوفوا القصر، كل ما اتكلم كل ما يجي ذي. لا انتم ما يحتاجكم سهم، يحتاجكم رمح. يا حبيبي وش فيك انت؟ وش فيك؟ ليش كذا معصب؟ انا ما سويت فيك شيء والله. يا جماعه والله العظيم ما خلوني. هذا داير راسه، كان داير راسه يا جماعه، ما قادر يتحرك. هذا وش فيه؟ وش فيك؟ لحظه خلينا نستغل الجدار. مقدر؟ لا ما يصير يا جماعه، عدل ما مخليني والله اموت، والله انا اموت. يا الزريبه، تعال ابلع. ايوه كذا
ماشي ما يخلوك كذا المشكله ما يخلوك والله. غيب غيب موت انت. بقى واحد يا جماعه بقى هذا الصغير. هذا صغير سهل ما نمسك الثاني. Yes I'm coming for you little brother. Just give me a second. I'm just coming. Give me only one second. I will be there to help you. Okay. اتوقع ننزل هنا تحت صح؟ لا لا والله العظيم. Okay معلش معلش. معلش. Okay. ابلع. كيف؟ كيف؟ انا اسالكم كيف الكهرباء؟ اوكي انا عارف ادب. لحظه 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 يا عزيزي ابلع ابلع كيف خبرني خبرني من اسمك يا المطرقه. لا قلت تضر من بعيد انا اشوفك تقعد تضر من بعيد مش فيك. لا 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 هذا هذا شكله جوعان يا جماعه هذا صعب هذا جوعان هذا شكله صايم شكله صايم يا اخوان. لحظه 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 انا عندي مفاجاه عندي مفاجاه. وش فيك وش في؟ قلت لك انا ما ثوم ليش ما تفهم؟ تعال وين تشرد؟ قاس يشرد بعده يعرف انه بيموت من كذا قاس يشرد. لكن يا اخوان شيء جلسه هنا شيء جلسه بعد جلسي. تعال تعالوا هنا تعال تعالوا عند الجلسه بنضارب هنا هنا بيصح الفت. كذا كذا يا بيكاتشو يا اخي ملغان هذا الولد. اي ولد هذا ما ولد هذا هذا ما اعرف ايش بيكاتشا ويش هذا ما عرفت ايش من كائنات ولكن يموت اي بيموت انا اللي بموت يا اخوان شوف شوف الهيلث. لا 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 لازم اغير بغير سلاح يا جماعه. مشكله هذا اللي قاس يزوع نفس الشيء قاس ينشح من بعيد فايش اسوي الحين؟ الحين لازم اسمه اضرب من بعيد نفس ما هو يضرب. لا 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 بموت يا اخوان انا بموت والله ما يخلوني والله العظيم ما يخلوني ما في شيء اسوي ماشي غير اسوي كذا واعطيهم كذا. ايوه ايوه كذا ماشي غير اسوي كذا. اوكي باقي كم واحد من هذيل البيكاتشوس؟ باقي اثنين. ابلع ايوه خلي يجيب ممتاز هذاك اللي مثل ما هذا اللي يزوع وحده سالفه والله واحدة سالفة. لحظة اسوي كذا ابلع بشوطهم. هذا كيف ما تشوط هذا اللي بيزوع؟ انت كيف ما تشوط؟ ابلع 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 وصار هيلث مالك يعني كبير يا جماعة. لاحظتوا هذا الشيء؟ حجم ال الهيلث ماله صار يعني واجد. ايوه تعال تشوط تشوط تشوط. لا كان غلط ضربت انا يا اخي. المفروض اضرب مسمى ذاك عنده مره عنده اكون. ابلع يا اخي ما يخليني ما يخليني. لا بغير 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 سلاح انا بموت يا اخوان. شوفوا الهيلث مالي ايوه هذا هذا بينفعه هذا يباله بس يباله رمح ما ينفع هذا يا حبيبي. والله العظيم عرفت يا اخوان والله العظيم عرفت انه بيقتل. المره لم يموتوا هذيلا هذا المرة تموت انتو. لحظة لحظة ما بخليهم. لا 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 لحظة 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 يا 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 لوعان يا يا الزوع انتظر شوي. هلكني يا اخي هلكني والله. تعالوا ايوه شوط واحد مات يا اخوان بقي واحد. لا هذاك مات متى مات هذاك الزوع؟ اوكي شكل الطريق بيكون هنا يا اخوان عند هذا الإشارة عند هذا الشعار الغريب هذا. أوكي هذا لغز يا إخوان كالعادة. أتوقع هذا نجيبه هنا يا جماعة. زين نجيبه هنا لحظات نجيبه هنا أيوه بالضبط. وبعد هذا نحركه نجيبه هذا الصوب. أوكي نجيبه كذا وبعدين نحركه هذا نجيبه هنا والصغير لا 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 ما أنت وأصغر واحد هذا نجيبه هنا. أوكي. ممتاز. أوكي. من مارا من 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 اللي تهتم فيهم؟ ما سمعت الاسم زين أنا. يا ساتر. يا إخوان. شوفوا شوفوا.
شوف المنظر جميل جميل جدا. أكيد الباب بيكون مفتوح. يا ساتر مو صار لهذا الحارس. إيش صار له؟ لا فذاك المطرقة اللي ما لذاك هذاك الوحش هذاك. أوكي حصلنا هذا. أكيد الطريق بيكون من هنا يا جماعة. قبل ما نتسلق أبغى أشوف هذا الصوب، يمكن في شيء ثاني يا جماعة. أتوقع في شيء ثاني بيكون. ولا ما في شيء؟ لا ما في. شفت كيف؟ حسيت أنا. حسيت يا جماعة إنه بيكون في شيء. إنزين نطور ويش هذا المرة؟ ويش نطور؟ بطور يا جماعة ويش أطور؟ ويش أطور؟ أوكي. لا 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 لحظة لحظة. لحظة 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 يا عزيزي. لحظة ايوه بغى اطور هذا. انزين اوكي بزيد هذا يا جماعة، بزيد اللي هو اللايتنج. احنا من ساعة يعني نحاول ندخل هذا القصر بعدنا ما دخلنا. اتوقع هذا القصر يعني في اكثر عن مبنى يعني. انزين اوكي هذا اللي هم المخطوفين صح؟ اتوقع ما واقوله يا جماعه. قولوا اللي لابس نظاره يا جماعه. اللي متمصر هو اللي قولوا. انزين اوكي تو هو ذا العدو اللي مختطف قولوا والاطفال يعني ولا كيف؟ تو ايش باغين يسوون في الاطفال؟ ما فهمت انا ايش بالضبط باغين يسوون. هل باغين هل هذيل الأطفال مميزين ولا إيش؟ أنا ما فهمت أنا. أو قول بيعقوا قول يا جماعة. مسكوه. أوكي هذا وإيش؟ مندلا. هذا مندلا عارف أنا. يا جماعة هذا أول زعيم نواجه. هذا أول زعيم. يا ساتر. هذا بيقتلني يا أخوان. لحظة ما كنت جاهز والله. ما بيرد علي شوي يشلوا الاسمه قولوا هذا قاعد يقتل ترى. ايوه يا ساتر انا لازم اقص بعيد يا اخوان. المشكله اذا قص بعيد ما يوصل السهم. لاحظته صح يا عزيزي؟ كيف كاك يضربني كيف؟ انا ما فهمت. لا 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 انا غلطت يا اخي. اقتربت انا ميت خلاص يا اخوان. انا خلاص ميت. انا ما اعرف كيف بقتله لاني بعدني ما حصل. يا الله كان بيضربني. مشكلة ما تقدر تقترب منه وتقص بعيد عنه يضربك. كيف قتله ما فهمت انا يا عزيزي؟ ما قصت تضرب كذا ما تفهمت. هذا لازم اكون سريع يا جماعة. كيف ضربني؟ ما فهمت كيف ضربني؟ هذا قاسي تأثر. ما شوف قاسي تأثر يا جماعة. يا أخي ضربني والله العظيم. فهمت سالفتك أنت. لحظة لحظة لحظة. أوكي بيضرب. أوكي يا الله يا أخوان ضربني. كيف ضربني؟ أنا ميت خلاص. انا بموت يا جماعه. احس اني خلاص ما عندي هيلث اصلا. انا ميت ما بقل شيء. لكن هو ترى اوكي عنده حركات يعني. تو يقول انت ما شايف صايه الدوامه الناريه عندي دواء. هذا كيف مات؟ قتلته والله. لحظه 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 اقول لك الدواب ما نفعني صاحي. بس حاول دور لك حركه جديده. اوكي the demon defeated. اوكي the demon defeated يا جماعه. خلاص الوحش صار مات يا جماعه. اوكي انزين اوكي انهار المكان يا جماعه. انهار المكان. كيف انهار ما فهمت. والاطفال وايش صار لهم؟ هل ماتوا الاطفال ولا كيف يا جماعه؟ احس ان ماتوا الاطفال ولا ايش صار؟
لا 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 يا جماعة، لا تقول إن الأطفال ماتوا. وليش اللي صار؟ وش اللي قاس يصير الحين؟ أنا ما فهمت. من اللي قاس يشلها؟ من هذي الميستكس؟ انزين شالوا الاسمة الجثة ليش؟ هذا الجثة يعني ما الجثة، هي ما ماتت، شالوا جسمها بس. انزين اوكي، حطوها في القارب وقال يلا حياك. والاطفال وين؟ قولوا وين راح، وين راح قولوا؟ As Raji drifted, a vision توين came to her. توين اسمه ذاك وين يعني ودوها؟ اوكي هذا معناته يا اخوان انزين ان بعده ان بعدنا بنكمل المغامره. او اقول يا جماعه حد شله شيء من الاعداء اختطفه مره ثانيه انزين. ما عرفت ايش يريدوا، حتى انا ما فهمت ايش يريدوا، ايش يريدوا من هذا الطفل؟ يا اخي واحد متمصر وايش تريدوا منه؟ يا جماعه شيء سمكه، شيء سمكه بتبلعنا ذي السمكه، احس انها بتبلعنا. وليش اللي بيصير؟ ايش بايا سمكه؟ وصلنا منطقه ثانيه يا جماعه، وصلنا منطقه ثانيه. لاحظت هذا الشيء؟ صح what happened I don't know. اللي نعرف انه وصلنا مكان ثاني. اوكي حتى انا احلف اني بنحصلك القول، انتظر بس انا مشغول شويه الحين، ما عارفين مكاني، ما عارفين مكاني، ولكن راح نكتشف في الحلقه القادمه. جماعه الخير فادعمونا باللايك والشير والاشتراك، كان معكم عادل من قناه انفنت جيمنج، متقان ان شاء الله في الفيديو القادم. سلام.